يلا يلا جوني عشان الشربات. تسلم ايدك. ثانك يو ثانك يو. يلا حبيبي. ما تهزريش. يلا حبيبي. شنو؟ اطلق عليا البتاع ده مخلي لسه كتير. كبير هيذبحني لو عملت كده. طبعا. ايه ده؟ مش تاخد بالك؟ ايه يا اخي؟ ايه؟ ايه ده ما بتفهمش؟ سوري بوظت المشهد؟ ده اللي انت عملته ده سيب ايدي. معلش يا جماعه انا اسف بوظت المشهد. ممكن اعيد من الاول؟ المفروض ان الشربات بيجي بدلقه عليها فبتديني بالقلم فبصالحها بالمسحوق. اللي انت بتقوله ده لايف هتبوظ الدنيا. سوري لو بوظت الاعلان. سوري للسبونسرز. واضح اني بوظت الاعلان وبوظت كل حاجه بس خلاص مش فارقه. انت بتهزر صح؟ بيهزر. بموت في هزاره. بموت في هزاره. انا بتكلم جد على فكره. مبدئيا كده اللحظه اللي انتوا شايفيني فيها دي دلوقتي دي اصدق لحظه في كاريري كله. كل اللي فات كان فيك كله. انا شاب عادي طاقت في دماغي اعمل شويه فلوس واتشهر. لما قعدت ادور لقيت ان المحتوى التافه هو اكتر حاجه بتحبوها بتموتوا فيه واي حاجه ليها معنى بتعملوا لها سكرول. وده اللي زقني على فكره على السكه دي. انتوا خلاص الموبايل بقى افيون عندكم. اول ما تصحوا من النوم اول حاجه تبصوا عليها وبالليل قبل ما تناموا اخر حاجه بتشوفوها الموبايلات. واللي في النص بتتابعوا الناس اللي زي انا وشروق. حياه تافهه فيك انتوا حابين تصدقوها. احنا بقينا لما بنسافر دلوقتي بنسافر عشان نصور السفريه مش عشان نستمتع بيها. ولما بنطلب اكل بنطلبه عشان نصوره مش عشان ناكله. بنستلذ باللايكات اكتر من الحياه الحقيقيه. اعملوا اي حاجه تاني. الدنيا فيها حاجات كتير ألذ من الاشكال اللي زينا. انزلوا اكتشفوا الطبيعه اللي ربنا خلقها. انزلوا اكتسبوا خبرات حقيقيه تفيدكم. اخرجوا تعرفوا على بعض زوروا بعض اتعلموا اي حاجه. انتوا عارفين لو النت قطع عليكم في يوم من الايام اقسم بالله العظيم لا تلوصوا هتكتشفوا ان ضيعتوا حياتكم كلها في ولا حاجه تفاهه. بس الوقت ده كله لو كنتوا استثمرتوه تتعلموا حاجه قد كده كان زمانكم بقيتوا اساتذه فيها. انا عارف كويس قوي ان اللي عملته دلوقتي ده نهى كاريري خالص على السوشيال ميديا بس I don't care. وملايين الفولورز اللي عندي مش مهم خلاص. وكل اللي فارق معايا دلوقتي عيلتي وكم صاحب حقيقي. anyway انا من النهارده خلاص قررت احرر نفسي مش هبقى كلب اللايكات انيمور. ومن الاخر مش هبقى سان اوف ريتش. سوري يا كبير. ولا يهمك يا ولد ابوي. الحمد لله على السلامه. المهم انك فقت. فاق. ولسه بقى لما يسمع المفاجاه الجديده هيفوق اكتر. لسه لما اطلع دلوقتي على الاسم واقدم الكمبيالات اللي ب 5 مليون جنيه اللي انت ماضيهم لي واوديك في 60 داهيه زي ما انت وديتني في 60 داهيه وحياه امي وحسيبك. كمبيالات اهدي. عندي انا يا كبير الموضوع ده. انا المسؤول وانا اللي هحله. وانا ايه وانت ايه يا ولد ابوي؟ وفي بين الاخوات انا وانت؟ يا رجاله انتوا بتعملوا ايه؟ لموا لي الموبايلات اللي هناك كلها وتحفظوا لي على المعازيم لحد ما نشوف حوار الكمبيالات ده.